أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد السوري في أسبوع، التي نناقش فيها التطورات السياسية والميدانية في سوريا. للوقوف أكثر على مجمل هذه التطورات أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي. أهلا بك سيد زهير. أهلا بكم، حياكم أهلا الله. بك. بداية، كيف تقيم اتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك وشكرا لقناة الحوار وللسادة المشاهدين. الحقيقة اتفاق ما سمي اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى لا يقيم في إطار الآن مطلق لمشروع الثورة السورية، وإنما يمكن أن نقومه في إطار الواقع الذي آل إليه المشهد السوري نتيجة جملة من التغيرات في المواقف الدولية، في المواقف الإقليمية، وأيضا على الساحة الداخلية السورية. وقف إطلاق النار هل هو نتيجة ولا سبب لإسقاط حلب أو لسقوط حلب؟ هذه قضية مطروحة. وقف إطلاق النار هل هو أيضا سبب ولا نتيجة للتحول في الموقف التركي؟ هذا كذلك. هل هو سبب لخروج أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من المعادلة السورية؟ كل هذا يجعلنا نقول بأن وقف إطلاق النار كوقف إطلاق نار كهدنة في الإطار الذي قدم به يمكن أن ينظر إليه على أنه اتفاق يحقق شيء من الأمن ولو النسبي أو الوقتي للثورة السورية. يعني أنا أريد أن أقول في المعادلة وشيء هذا مهم، أن الثورة السورية ليس الحرب والقتال وحمل السلاح ليس مطلبا وليس أيضا وسيلة بالنسبة إلينا. وقف إطلاق النار، من الذي كان يطلق النار؟ يجب أن نسأل هذا. سنجد أن الذي يملك الطائرات، الذي يملك القنابل الفراغية، الذي يملك النابالم، هؤلاء إذا نظرنا إليه من هذه الناحية فنستطيع أيضا أن نقومه تقويما إيجابيا. نقول وقف إطلاق النار بالمجمل أنا أقول هو موقف أو ثمرة إيجابية لحال آل إليه وضع الثورة السورية، لأن وضع الثورة السورية التكتيكي أو الميداني أو العملياتي لم يكن في الحال الذي يمكن أن نحلم به أو نتطلبه. يعني بعض الناس يقولون أنه مجرد ما رأونا نكاد ننتصر يفرضون علينا وقف إطلاق النار. نحن لم نكن في هذا الوضع الحقيقة، ولذلك في التقويم الميداني نستطيع أن نقول بأن وقف إطلاق النار لو تم تنفيذه بالإطار الذي اتفق عليه ولو استطاع الضامنون أن يضمنوا كما أعلنوا لكان له ربما ثمرة إيجابية، ولكن واضح أنه يراد له أن يكون مظلة لكسب موقف في التأييد الدولي، وكما رأينا في مجلس الأمن الاستثمار لتحويل الإرادة الروسية إلى إرادة دولية، لشرعنة الإرادة الروسية على الأرض السورية وأعطاها بعد دولي وأممي في مجلس الأمن. وثانيا يراد به أن يكون كما نتابع على الأرض اليوم أن يكون مظلة لتمرير الأهداف أو الانتصارات الجزئية، كما أقول دائما خطوة خطوة. وهذا نستطيع أن ندركه إذا تابعنا ما يجري في أكثر من منطقة على الأرض السورية، حيث القصف والقتل والتدمير ماذا لا مستمرا، وحتى لا أحد يجاحدنا بأن هذا الطرف أو تلك ونحتاج إلى مراقبين. الطيران والذي لا يملكه إلا فريق واحد يشترك في عمليات القصف في الشمال والوسط والجنوب وفي وادي وبردة. الذي يمكن أن ننوه به أن وقف إطلاق النار والذي يمكن غفل عنه أو أشار إليه إشارات ضمنية هو عملية إيصال المساعدات إلى المحاصرة، إلى المحتاجين. الآن سوريا تعيش في أشد أيام البرد الموسمي، وهذا الموسم بالذات جاء البرد يعني أشد ما يكون، ومع ذلك هناك حالات إنسانية يعني تدمي القلب والفؤاد وكل من لديه ضمير، سواء في الشمال، شمال السوري شديد البرود،
الهدى أو في وادي بردة في غوطة دمشق أو في الوسط في حمص، هناك حالات يعني لا يمكن لصاحب قلب أن يتحدث عنها، لا يمكن لصاحب ضمير أن يزوي وجهه عنها. الحاجة الإنسانية بكل أنواع الحاجة، من حاجتهم إلى سقف أو إلى جدار أو إلى قطعة قماش تحميهم، إلى حاجتهم إلى لقمة يتبلغون بها، أو حاجتهم إلى مدفأة، أو حاجتهم إلى كل ما يحتاجه الإنسان، هذا كله الآن يعني موضوع نصب عين الإنسانية جمعاء، ولا أريد أن أتكلم سياسة ليكون لها حل وتدبير لهذا الذي يجري. نعم. كما ذكرت سيد زهير، يعني يبدو واضحا أن روسيا متجهة في فرض ما تريد من خلال موضوع وقف إطلاق النار، إيجاد الصبغة الأممية لهذا الاتفاق. إيران هل هي سعيدة بهذه الخطوات؟ يعني هل تقاسم روسيا يعني هذا الحماس للتوجه الآن نحو حل سياسي؟ هناك تعبير قرآني إبداعي، يعني التعبيرات القرآنية كلها إبداعية، عندما تحدث عن الشركاء المتشاكسين يكونون شركاء ويكون لهؤلاء الشركاء مصالح متضاربة، عندما قال ورجل فيه شركاء متشاكسون، كل واحد يقول له روح يمين، واحد يعني احنا في المشهد الروسي والإيراني بالدرجة الأساسية، والتحق بهم أخيرا التركي، هم شركاء وشركاء حقيقيون، يعني تجمعهم حزمة من الأهداف البعيدة والقريبة التي تجعلهم يتشاركون، ولكن أيضا في شراكتهم هذه نوع من المشاكسة، نوع من التضارب المصالح الجزئي والذي يأتي عند كل خطوة وعند كل منعطف وعند كل منعرج. نستطيع أن نقول بأن وقف إطلاق النار الحالي بصيغته الحالية هو إنجاز كان أكثر من شارك فيه الطرفان الروسي والتركي، وكانت إيران منزوية نوعا ما، لم تكن بعيدة، وإيران كانت يعني حتى عندما مثلا صار قرار إخراج الناس من حلب كان قرار إجماعي يبدو، إخراج الناس من حلب يعني كسر حلب أقصد، تحجير وبعد ذلك إفراغ، ثم جاءت عملية الإفراغ والتفريغ هذه، الإيراني كان له ملحظ على الاتفاق ما سمح بأن يمر، وقامت عصابات إيران بعرقلة الاتفاق. إذن الآن إيران، ودائما في بعض الحالات الإنسان إذا شعر بالقوة قال كلما ذقته طلبت المزيد، يعني إيران كلما أعطيت تطلب المزيد ولا ترضى، هي تتظاهر بعدم الرضا، بشار الأسد يتظاهر بعدم الرضا لأنه يريد أن يجد تعليلات وذرائع للخرق. إيران أخذت كثيرا في وقف إطلاق النار هذا، ولكن رغم هذا الكثير الذي أخذته، شيء جميل في السياسة ألا تظهر ممنونية، ألا تظهر أنك راض، وبالتالي تأخروا في إعلان موقفهم، ثم رحبوا ولكن ضمن هذا الترحيب وضعوا ألغام، ثم هم على الأرض الآن يخرقون في كل يوم، يخرقون في كل يوم هذا الذي تم الاتفاق عليه. من الذي يخرق الآن الاتفاق؟ هناك ضامنان للاتفاق، ومشكلة هذا الاتفاق في الضامنين له الروسي والتركي. من الذي يخرق الاتفاق؟ الذي يخرق الاتفاق بالدرجة الأساسية فصائل إيران التي تشكل الآن عصب القوة المسلحة على الأرض السورية، هي العصب الحقيقي، هي الثقل الحقيقي، ميليشيات إيران الموجودة على الأرض السورية. بشار الأسد لا يملك قوات كثيرة، ثم قوات بشار الأسد في نفس الطريقة. أما الضامنان فأحدهما يملك الفضاء السوري، والثاني صحيح يملك كلمة لا ندري ما هو ثقلها ولا ما هو وزنها. ولذلك نحن خلال الآن الأيام الثلاثة التي نتابع بها وقف إطلاق النار نشعر بأن هناك خروقات مؤلمة حقيقية بل مهددة. المنطقة التي كان يتنازع عليها بشكل أساسي وكانت نقطة من نقاط الخلاف في الاتفاق هي وادي بردة، الذي أرادوا أن يستثنوه من الاتفاق كما استثنوا حلب. نحن نعلم أن حلب قد استثنيت من اتفاق تركي روسي
الروسي قبل 4 أشهر. صحيح. قبل 120 يوم. صحيح. وكانت هذه معلومات سياسية أنه الروس ما أعطوا الأتراك حق الوصول إلى الباب بالتوافق أن يشكلوا حاجز يحمي أمنهم الجغرافي مبدأه القومي، وقالوا لهم هذا حق لكم ونغضي عنه ونسكت عنه، ولكن حلب لا يمكنكم أن تقتربوا منها. لذلك لم نسمع أي مسؤول تركي خلال 100 يوم الماضية يتحدث عن حلب. من الحديث الإنساني أنا لا أقصده، أقصد الحديث الاستراتيجي بأن حلب يجب أن تصمد وحلب يجب أن تحمى وحلب لا، وإنما هم أعطوا كلمة الإخوة الأتراك قالوا لأهل حلب للقوات بحلب أفرغوها، فما أحد استجاب لهم. فكان لديهم طبعا هم لديهم أوراق قوة، الأتراك يملكون في المشهد السوري أوراق قوة حقيقية، وهي التي هذه أوراق القوة إذا استطعنا ندخل هي التي أهلتهم للشراكة مع الروس. يعني الروس لا يشاركون، الله أنا لو قلت لهم الروس تعالوا نتشارك ما بشاركوني، ماذا أملك من أوراق قوة؟ الشركاء صحيح. الشركاء إما أن يشاركوا برأس مالهم أو أن يشاركوا بسموه شريك كتيف يعني بجهدهم. الكتائب على الأرض يمكن أن يكون لها جهد، لكن السياسيون الأوراق الأتراك عفوا يملكون أوراق قوة حقيقية شاركوا فيها بهذا التحالف. يعني هل يعني هذا يفسر ما تقول عنه سيد زهير نجاح فعلا روسيا بالتوصل لهذا الاتفاق وجمع كل هذه الفصائل؟ المفتاح الحقيقي كان في تركيا. طبعا المفتاح الحقيقي كان في تركيا، وتركيا قدمت رأس مال جدير بالاعتبار. تركيا عندما يأست بعد 4 سنوات من الصبر أو أكثر 5 سنوات من الصبر على الموقف الأمريكي وتحت السقف الأمريكي، شعرت أن لا جدوى من الموقف الأمريكي. وهذا الشعور أنا دائما أحب أن أنبه للسادة المشاهدين، هذا الشعور تجسد قبل الانقلاب حتى ما الناس تربط. لا هذا قبل الانقلاب، هذا الشعور تجسد منذ أن تغيرت الوزارة التركية وذهب السيد أحمد داود أوغلو استقال وجيء بالسيد مولود شاويش الرئيس الوزراء الحالي، وهذا قبل الانقلاب تقريبا بشهر ونصف ب40 أو نسيت بالضبط، يعني الأيام تمضي بسرعة بحدود 40-45 يوم. في آخر 6 أظن كان ذهب أوغلو، في نصف 8 تقريبا جرى الانقلاب. فكان قبل تقرر في تركيا أو قرر رئيس الجمهورية الذي يرسم السياسات معتمدا على كتلته البرلمانية أن يغير محور السياسة التركية وأن يخرج من المظلة الأمريكية. ثم جاء الانقلاب فعزز هذا التوجه وأكده، وشعر الأتراك أن هناك مؤامرة دولية عليهم، وأن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذه المؤامرة، وأن الولايات المتحدة التي ظلت خلال 4 سنوات أو 5 سنوات تضع عراقيل في وجه أي مقترح تركي، وعلى رأس هذه المقترحات كان تشكيل المنطقة الآمنة. تشكيل المنطقة الآمنة سموها عازلة ثم سموها آمنة ثم سموها خالية من الإرهاب هكذا. صحيح. لكي يستطيعوا أن يأمنوا حدودهم، لكن الولايات المتحدة يعني ضارت إذا سمحت لي أستخدم هذه العبارة السياسة التركية والدولة التركية بنقطتين مهمتين. الأولى يعني عدم قبول أي دور تركي مقترح لدور تركي في سوريا، كان كل مقترح يتقدم به السياسة التركية كان مرفوضا وعلى رأسه المنطقة الآمنة. والنقطة الثانية التي ضرت فيها الولايات المتحدة السياسات التركية هو تبني القوى الإرهابية المضارة لتركيا والتي لها وجود أصلا على الأرض التركية، حزب البي كي كي، تبني امتداده في سوريا المسمى حزب البي دي تحت أسماء مختلفة، ودعمهم وتقويتهم على حساب الدولة التركية. بهذين النقطتين شعر الأتراك أن المشروع الأمريكي الذي هم جزء تاريخي منه، هم من 70 سنة تقريبا مع الناتو، وبالتالي شعروا أنه مهدد لأمنهم القومي، فأخذوا قرار بالتحول. يريدون أن يتحولوا من مظلة إلى مظلة، كان تحولهم من المظلة الأمريكية إلى المظلة الروسية برأس مال
جديد. هذا الرأس مال الجديد قد يكون متعلق بدرجة أساسية بالثورة السورية. السؤال الخطير أيضا سيد زهير، كيف استطاعت تركيا أن تجعل كل هذه الفصائل تنصت لها؟ هذه هي الورقة القوة التي أنا كنت أتحدث عنها وقلت هي الرأس مال التركي. إيران إذا سمحت لي نلخص، إيران أوراقها على الأرض شيء 70 ميليشيا مقاتلة، بشيء 150-160 ألف مقاتل حامل سلاح، مع قيادات، مع غرفة عمليات أساسية. فهي تفرض نفسها على الأرض كقوة محتلة للأرض السورية بكل وعلى كل الأرض السورية، لا على شريط ولا لمنطقة كذا ولا لمنطقة كذا، وإنما هي موجودة من درعا وحتى القامشلي. إيران موجودة على كل الأرض السورية. هذا شريك. الشريك الثاني روس، قاعدة حميمين وطيران وأساطيل في البحر، وطيران مستعد أن يغرق سوريا بالحمم والقنابل في كل يوم بحدود 1000 غارة ولا يبالي، ويقتل ويستخدم السلاح المحرم دوليا ليقول كلمته، ولا أحد في هذا العالم. هذا الشريك الثاني. ما هي الأوراق التي يمتلكها الشريك الثالث؟ ونحن نتكلم الآن جيوسياسة، لحد يزعل مني. الأوراق التي يمتلكها الفريق الثالث هو المعابر، نقاط الحدود، عصب الثورة السورية. يعني نحكي بكل صراحة بكل وضوح، من أين عبر السلاح للمقاتلين السوريين؟ من أين يدخل الناس إلى الأرض؟ ما عندنا. من العراق، من لبنان، المعبر الوحيد هذا الشريط اللي بنحكي عنه دائما اللي طوله أكثر من 900 كيلومتر، هذا الشريط الحدودي هو القصبة الهوائية. فتقليلي كيف تؤثر تركيا على الفصائل، بل كيف تؤثر على بقية الدول؟ ليش الآن الدول العربية الباقية، ليش السعوديين صامتين؟ غياب تام. ليش قطر والدول الخليج صامتين؟ القصبة الهوائية بيد التركي، هو الذي يملكها. فهو من سواء لكل الفصائل، ما أحد يعني إذا أن يعني تكون عملية تهريب أسلحة من الأرض التركية إلى الأرض، يعني هذه عملية مستحيلة. هلا جوز كان سابقا بسموه عملية، ما هو شرط إنه الأتراك كانوا هنا عبردوا كما يقول النظام السوري، في شيء بسموه عملية غض البصر، إنه كانوا إحنا ما لنا شايفين. لكن الآن الأتراك دخلوا إلى الروس معهم هذه الورقة. نحن إذا اتفقنا على حل ممكن أن نضمن، نعمل هيك تسكر كل شيء. وبالتالي الآن المشهد هو هذا. الفصائل شعرت كيف سقطت حلب، نصف المقاتلين في حلب قالوا لهم تعالوا نحرر الباب وجرابلس راحوا، والنصف الثاني بيعملوا لهم هيك بده. فالقصة أنه ورقة القوة الآن التي يفاوض بها التركي، يفاوض بها الروسي، ويفاوض بها الإيراني، ويفاوض بها أيضا من اللي سألتيني عنهم، الفصائل. ما بيسمع كلمة، ما بنعشي، ما بنغذي، هذا الأب في البيت بساويها، بحرمه من مصروفه. فالآن هذه الورقة القوية الحقيقة الأتراك بيعتبروا أنه هن من حقهم كونهم النافذة الوحيدة، الشريان الوحيد، القصبة الهوائية لهذه الثورة السورية بأيديهم. لا نستطيع أن نأتي من البحر، البحر مسيطر عليه من طرف روسيا، ومن وراء روسيا إسرائيل، من وراء إسرائيل الله أعلم مين. يعني القضية ما في عندنا منفذ للثورة السورية غير هذا المنفذ. هذه الورقة هي رأس مال تركيا على كل المحاور. رأس مالهم عند الروس وبشار الأسد. الله بشار الأسد إيش نقمته كان على تركيا؟ أنه من عندهم عم بيجي البلاء، ومن عندهم عم بقول كذا، ومن عنده هكذا كان يتهم. صحيح. وهي ورقة أيضا عند الإيراني، وهي ورقة عند الروس، وهي ورقة عند الفصائل. الفصائل ما بيسمع كلمة ممكن نخليه يسمع كلمة غصب عنه. وبالتالي أصبحت الآن اللي كانوا يحكوا عنها حنفية، الآن ما بقى اسمها حنفية، صار اسمها قصبة هوائية. يعني قصبة هوائية بتحمل تصبر أنت 30 ثانية أو 40 ثانية، أو بعض الناس بصبروا دقيقة عن التنفس. وبالتالي آل المشهد إلى ما آل إليه. هذا الاعتبار،
هذا التفاهم مطلوب منا جميعا أن نتفهمه. وأنا لا أقول هذا، يعني الإنسان دائما مهما كانت الظروف صعبة يستوعبها ثم يحاول أن يوجد طريقة للتعامل معه. المتنبي له بيت من الشعر جميل جدا جدا: كلما أنبت الزمان قناة طلعت عود شجرة، ركب المرء في القناة سنانة. يعني كل ما أغلقوا علينا باب يجب أن نفتح آخر، كلما اتبعوا وسيلة نتبع وسيلة أخرى. الثورة السورية يجب أن تستمر، يجب أن لا نيأس، ويجب أن تكون لنا طرقنا لكي لا نخضع ولا نذل. الآن يعني كما ذكرت وأجملت سيد زهير وأوضحت المشهد بأوراق الضغط للأطراف الثلاثة التي تتناول الآن أو تبحث الشأن السوري أو تفاوض على المرحلة القادمة لسوريا، ما هي المصالح التي ستسعى الأطراف الثلاثة لتحقيقها عبر التسوية السياسية التي تسعى إليها؟ إذا نظرنا إلى مثلا المشروع الإيراني، واضح تريد إيران أن تكون حدودها المرحلية الآن على البحر الأبيض المتوسط، وأعلنوا هذا، وتريد تصدير ثورة بأبعادها المذهبية والثقافية والأيمانية. إيران الآن تعتبر سوريا بالنسبة إليها عتبة لتقفز على ما بعدها، وهي تعتبر أنها حققت هذا الانتصار الكبير، سوف تستثمر بأقصى ما تستطيع. هي هكذا تعتقد، أنا لا أقر أن هذا، لكن هي هكذا تعتقد. الروس مجددين مصالح قواعد عسكرية، أكثر من قواعد عسكرية، يعني بدي أقول ذات طبيعة شخصانية مع نظام الطائفي. يعني أنا عندي تصريح من 2011، كان في وفد سعودي زار، كان لسع وزير الخارجية السعودي رحمه الله سعود الفيصل زاروا موسكو، بيحاولوا يقنعوا الروس انه انتوا ايش مصلحتكم. يقول لافروف بالضبط، يقول انه نحن اذا تنازلنا عن بيت الاسد، تنازلنا عن النظام السوري، سوريا ستحكم من قبل السنة. بالعبارة الطائفية، وهذا بالنسبة إلينا خطير جدا جدا. ولكن هل يمكن للروس يعني أن يتوافقوا مع المشروع الإيراني الأيديولوجي في سوريا؟ إلى أي حد نعود إلى الكلمة المفتاحية: الشركاء المتشاكسون. الشركاء المتشاكسون هم صحيح ما متوافقين مع، لكن مشروع إيراني بالنسبة لهم شيعي، ولا مشروع سني يحكموا سوريا يحكمها أهلها. يعني نحن مو بنقول أخف الضررين بالنسبة إليهم هذه الشراكة. الآن ما هي، نكمل المثلث، ما هي مصلحة الأتراك؟ الأتراك الآن يشعرون أن أمنهم القومي الداخلي مهدد. صحيح. بالنسبة سوريا بالنسبة إليهم ليست هي الأولوية، الأولوية بالنسبة لأردوغان هي الشأن التركي الداخلي، يريد أن يحمي أمنه الداخلي، يريد أن يضع سياج من الأمن. هلا نحن بنفهم الدول اللي عم تبني جدار العازل في فلسطين اللي بنوه اليهود، الآن في أوروبا هون عم بقولوا في بعض الدول عم تبني جدر، ما في لبنان قالوا كانوا بده يبنوا جدار حول مخيم عين الحلو. يعني هي فكرة الجدر، الآن فكرة إنه يكون في منطقة عازلة بمثابة الجدار تحمي الحدود التركية. وامبارح كان في يعني ايش يسموه التفجير في الملهى التركي، هذا التفجير المجنون اللي ما بقوموا فيه الا المجانين. يعني هذا يهدد امن تركيا، وتركيا بدها تقول يا دار ما دخلك شر، تجعل حدود امنه بينها وبين سوريا. وتركيا والروس توافقوا معها على هذا، وهي تريد الان ان تصل الى هذا المطلب الذي تسعى عليه الدوله التركيه. هذه المصالح التي يعملون عليها. المشروع الروسي باستدامه هذا النظام، يعني قد لا يكون شخص بشار الاسد، حتى يكون شخص بشار الاسد قد لا يكون له كل الاهميه، لكن نظام بشار الأسد بالنسبة للروس له كل الأهمية. نعم. ولن يتنازلوا عنه بأي شكل من الأشكال. سنعود سيد زهير لإكمال النقاش، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ابقوا معنا.
في الشارع المصري، حكايات وأخبار يومية، آلام وأمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. ارفعه برفق، فتحته يسكن الزمن. ماذا ترى الآن؟ أتروسا تدور؟ ماذا تسمع؟ ليست تروسا، إنها الحياة. وقع أقدام الزمن. الزمن يشيب والزمن يداوي. الساعة يرجوها السعيد لتقف والحزين لتسرع، لكنها لن تقف ولن تسرع. تمضي الساعة ونمضي معها، نرفع عن سوريا غطاء الزمن لنتحسس فيها الحياة. ساعة نديرها نحن، لا إلى الوراء ولا إلى الأمام، بل لنجلو المشهد على حقيقته وموضح الأفق والمدى. أدعوكم أنا محدثكم محمد علاء الدين لنكون معا عبر قناة الحوار الفضائية في ساعة سوريا. يتلو كتاب الله صابرا محتسبا، وضع نفسه في معادلة مستحيلة إذا صح التعبير. يعني من جهة هو رفض أن ينازع عن الخلافة، لأنه كان واضح الرؤية في أن هذه الثورة ليست بثورة بالمعنى الحقيقي للثورة، وإنما هي فتنة. الذين جاءوا من الكوفة ومصر كان معظمهم من دعاة القبلية التي ترفض السلطة والنظام والالتزام. الفتنة الكبرى أسبابها وتداعياتها في الحلقة السادسة من وقفات، يعاد بثها في الأوقات التالية. حينما يغدو تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء، تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حد السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد السوري في أسبوع. عود لضيفي هنا في الاستوديو السيد زهير السالم. أيضا ربما من المواضيع اللافتة سيد زهير، مجلس الأمن طبعا صادق على اتفاق وقف إطلاق النار. الحديث عن وجود نسختين وهذا التعارض وعدم الوضوح، نسخة قدمت للنظام ونسخة أخرى قدمت للمعارضة، كيف تقرأ عدم الوضوح هذا؟ يعني نحن الآن أيضا صار عندنا نسختين. الشيء اللي عم تحكيه صحيح على مستويين. شيء قرار مجلس، قرار وقف إطلاق النار، وفي شيء بخص قرار مجلس الأمن. خلينا نفصل. أما قرار وقف إطلاق النار فصار نسختين، نسخة قدمت لبشار الأسد تبناها الروس، ونسخة قدمت للثوار وتبناها الأتراك. في الحقيقة الكلام الذي قدم للثوار بيختلف فيه خلافات جذرية عن الكلام الذي قدم لبشار الأسد. والثوار خوطبوا كجهة ذات سيادة ممثلة لفريق الثورة ومن وراءهم من فصائل ومن قوى سياسية. بشار الأسد خوطب هو وبالنسخة على أنه هو الجهة التي يتوجه إليها الخطاب، وهي التي تشرف وتقود عملية المفاوضات التي يدعى إليها. يعني العملية ستتم بقيادة سورية، وهؤلاء مواطنين سوريين
الفلسطين سيندرجوا تحت الملف السوري. أكثر من نقطة خلافية، قضية دخول المنطقة الشرقية، عفوا منطقة وادي بردة، قضية إدماج المناطق التي يتواجد فيها الثوار وكون في تخلل نسميه بين جبهة فتح الشام وبين بقية الثوار، كيف إذا كان هذا يعيشنا وهذا يعيشنا أو كيف يمكن أن لا نقصف هذا ونقصف هذا. كل هذه القضايا كان بطريقة ليست دبلوماسية وإنما بطريقة فيها شيء من اللامبالاة، فيها شيء من العنجهية، قدمت نسخة هنا ونسخة هنا. أنا لاحظت، وأنا عندما أقول لاحظت أطلب من الذين يحبون أن يتأكدوا من قولي، أنا كنت أشاهد المؤتمر الصحفي اللي قدمه الأخ أبا زيد في من الثوار، وكان بجانبه المترجم التركي. إحدى الفقرات حكاها الأخ أبا زيد 3 مرات ويطلب من المترجم التركي أن يترجمها، ما ترجمها ما بده، بيفتح يجيب اليوتيوب ولا التسجيل ويشوف 3 مرات يقول له كذا كذا كذا، هذاك يطلع فيه مع انه هو المترجم بيعرف عربي وبيعرف ايش تركي، فيقول له المدير او رئيس المؤتمر الصحفي من هو من السياسي الموجود واخوانه، فرفض المترجم التركي لأنه هذه النقطة كانت الحقيقة كانت تمس. لذلك ربما كان جزء من الإخراج أن تبقى بعض القضايا معمات، وهذه دبلوماسية. تذكري إحنا نشأنا مع 2-4-2، أنتوا كنتوا لسه مولدتون، إحنا عشنا لحظة بلحظة وساعة بساعة 2-4-2، هذا اللي بعد 67، وكنا نعيش على أعصابنا وإحنا أولاد 20 سنة. صحيح. ويقولوا بعد من الأراضي أو من أراضي ويدخلونا في مشاكل وكذا وشيء. فهذه الطريقة في الصياغات الدبلوماسية المزدوجة والمنحرفة والمعمات والتي يختلف على تأويلها الحديث المجمل، هذه طريقة براعات لم يكن تتوقع في مثل الطرفين الراعيين والضامنين، كأنها هي عملية يعني نسميها بعلم الحديث تدليس لكي يمرروا المشهد ويمرروا الاتفاق. ومع ذلك الآن عندما نقول هناك ضامنان، نحن نحتاج إلى أن نسأل من يضمن بوتين. أنا ما بدي ضامن للإيراني ولا بدنا ضامن للأسدي. من يضمن بوتين؟ من الضامن هو الذي يستطيع أن يفرض كلمته على من يضمن بوتين في أنه الآن الحديث البارحة أنه في طائرات روسية تشترك في القصف في بعض المناطق. طبعا هن عندهم الثغرة المفتوحة أنه نحن بحقنا أن نقصف مواقع الإرهابيين، وإحنا منذ أن بدأ القصف الروسي المباشر يعني من 29/9/2015 حتى الآن، روسيا من تقصف في سوريا حسب تصريحها؟ تقصف الإرهابيين فقط. روسيا تقول نحن نقصف الإرهابيين، قصفوا المساجد قالوا نقصف إرهابيين، قصفوا المستشفيات قالوا نقصف إرهابيين، قصفوا المدارس، قصفوا الأطفال، قصفوا النساء، وبالتالي بقيت هذه الثغرة مفتوحة. الهدنة ليس لها ضمن. السؤال الثاني مبارحة أنا أطلب الأخوة المشاهدين يشوفوا قرار ما يسمى قرار مجلس الأمن اللي سموه 3226 كما وزعته بالأمس TRT الروسية، وكما هو الآن صادر عن مجلس الأمن وبالوسائل الأخرى. الروس يوزعون وبتداولوها جماعة بشار أسد نسخة مغايرة تماما عما صدر عن مجلس الأمن، والكذب في الهواء الطلق تحت الشمس وليس على فصيل. الكذب ليس على فصيل، الكذب ليس على شخص، الكذب على مجلس الأمن. ويقولون بأنه اللي أقره مجلس الأمن هو أن يذهب الناس إلى الإستانة لحضور، هكذا بالعبارة، لحضور مؤتمر حول سوريا بقيادة سورية. وأنا أضع أصبعي بعين كل من يكذب هذا الوسائل للتواصل، بقيادة سورية وتيسير أو تيسير من الأمم المتحدة. يعني أسقط الإعلان الروسي
أو الإعلان الروسي، هم بيقولوا إعلان روسي تركيا، ما بعرف تركيا إيش موقفها، أسقطوا ولاية الأمم المتحدة. صحيح. وأعطوا أقول للسادة المشاهدين لينتبهوا عندما يقرأوا الخبر، يجب أن نقرأه أحيانا من أكثر من مكان. أنا بعض الناس حيفهم ليش بتجيب الخبر من مصدرين، في مقارنة المصدرين تصل تعرف ماذا يجري. نعم. قال بقيادة سورية، يعني الذين سيذهبون إلى الأستانة يجب أن يكونوا تحت قيادة الوفد الآخر. لذلك وليد المعلم ماذا قال لهم؟ ابتعدوا إذا بدك تجوا على الأستانة وتكونوا طلاب وحبيبين وهذا حتى نفوتكم، ابتعدوا عن التنظيم الفلاني والتنظيم الفلاني، لأنه هو سيذهب إلى هناك على أن القادمين إليه أو المفاوضين له هم أتباع وتحت رايته قيادة سوريا. الحقيقة اللي جرى والآن مجلس الأمن لم يتبنى مشروع القرار الروسي أو المقترح الروسي التركي. مجلس الأمن نسف مشروع القرار هذا، وضع كلام جديد مختلف تماما عن هذا الكلام، مغاير، وفي نفس الوقت لم يتبنه كقرار، وإنما أعلن دعمه مجرد أنه هو داعم للمحاولة أو المشروع التركي الروسي للوصول إلى سلام في سوريا. هو يدعم الجهود هذه، يؤيد الجهود هذه، ولم يصدر قرارا. يعني لما نقول قرار المجلس الأمن 3226 بهذا المعنى ليس هناك قرار. القرار هناك إعلان عن أن مجلس الأمن يدعم، وبالتالي هذا حجم التزوير، هذا حجم التزوير الآن الذي نعيشه والذي تعيشه الثورة السورية، الذين يقرؤون والذين يتابعون. وأحيانا لو أن أي مواطن سوري قرأ إنه هذا صادر عن مجلس الأمن، مع الأسف في يعني إعلاميين عرب وقعوا في هذا المطب وأخذوا ينقروا عن المصدر الروسي، لكنه هو دعم، ولكن ليس لم يتبنى القرار. ثانيا هذا ما أصدرته روسيا عن مشروع القرار، بحط لك بين قوسين كله كلام تزوير وكذب، لم يتفق على شيء من هذا في مجلس الأمن الدولي. هذا يقتضي التنويه والتنبيه المفاوضات التي يدعى إليها. وهناك شيء هو مهم في أنه في أصل الاقتراح أنه تدعى الفصائل، وبالتالي هذا فيه إلغاء لدور هيئة التفاوض العليا. كل هذا الكلام لم يتم التأكيد عليه. مجلس الأمن أكد على مرجعية جنيف واحد، وأكد على رعاية مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وقال أنه ما يجري في أستانا يمكن أن يكون مرحلة تمهيدية للمفاوضات التي هي مفاوضات حقيقية التي يمكن أن تجري حسب الشروط المتفق عليها مسبقا. نعم. ولكن هل هذا في إطار ما أتيت عليه سيد زهير، هل هذا سيمنع الروس فعليا من أن تفرض إرادتها نوعا ما في الأستانا، خاصة وأنها تسعى لجمع المعارضة ولجمع النظام؟ المعارضة يبدو واضح أنها ستذهب لأستانا، حتى الآن لم نستمع لأي رفض بعدم الذهاب لهناك. الحديث عن وجود أو عن تمثيل المعارضة المسلحة أو الفصائل التي وقعت ضمن وفد موحد، محاولات لاستبعاد الهيئة العليا للمفاوضات للائتلاف، يعني غير معروف حتى الآن ما شكل هذه المعارضة التي سمشكل. يعني هذا أنا بعتبر سؤالك يعني تطرحينه علي وبحق، وهو سؤال جوهري. والروس لو استطاعوا أن ينصبوا مشنقة لكل طفل سوري، لكل رجل سوري يقرب، يعني بقولوا بالكلام أوسط التقديرات لمن قتلهم ستالين من الشعوب المسلمة ومن الشعب الروسي، أوسط التقديرات 50 مليون. هذا أوسط. في ناس بوصلوا، أنا متابع، في ناس بوصلوا الرقم عند 70 مليون، وفي ناس بقولوا بس 35 مليون. أنا أقول هذا للسوريين، هذه العقلية الستالينية. بقولوا مرة وقع على حكم إعدام بكذا ألف إنسان، وجلس يكمل سهرته على فيلم في سينمائي أو هذا هو. هذه العقلية الروسية، هذه عقلية بوتين. لذلك أنت لما تسأليني، أنا أسأل بدوري
الذين يتسلمون الأمور المعارضة وأمور الفصائل. لا يجوز. أخطر شيء، أخطر شيء في الاتفاق الذي قدمه لنا الروس والأتراك هو تقديمهم الروس كوسيط، وأن ننظر إلى الروس كمخلص، وأن ننظر إلى الروس كضامن، وأن ننتظر من الروس الإنصاف. هذا أخطر شيء. الآن الصيغة أن الروس يريدون أن يأخذوننا إلى مقصلة، قد يدهنونها بالأبيض بالأخضر بالأصفر، هذا غير مهم. ما هو دورنا؟ هل نحن عاجزون بأنه فقط أنه ننتظر حتى يأخذونا؟ لا. هذا الموقف هو الذي يطرح على مجموعة الائتلاف وهيئة التفاوض وكل القوى السياسية وكل الشخصيات السياسية. الفصائل الآن من الأشياء الخطيرة أيضا، من الأشياء الخطيرة التي بموازاة الخطر الأول، أن يفقد المقاتل إرادة القتال، أن يتعلق المقاتل بحل سياسي، ما أي حل سياسي، ويعتبر حاله في ورطة وأنه يبحث عن إيش؟ عن مخرج. يجب أن تكون عندنا هذا البيت، هذا بيت لشاعر فلسطيني أظن زياد ولا توفيق زياد أظن، بعينيها تقاتل نيرون مات ولم تمت روما، بعينيها تقاتل. يجب أن نكون قادرين على امتلاك الإرادة لنقاتل بأعيننا بأظافرنا. أنا قلت منذ قليل القصبة الهوائية بأيديهم، يجب أن نبحث عن طريقة للتنفس. في ناس بسولوا ثقب تحت القصبة الهوائية وبتنفس منها لكي تستمر هذه الثورة. هذه الخيارات ليست ملغاة، وإنما هناك أناس نسميهم بالتاريخ الإسلامي المعطلة، الذين جلسوا على مقاعد قيادة هذه الثورة على كل المستويات وهم لا يفعلون شيئا ولا يريدون أن يفعلوا شيئا. هذا السؤال، السؤال المهم. ما هو المخرج؟ هل حقا أن الذهاب إلى الأستانة أمر مصيري حتمي لا ونحن نعلم أنهم يأخذوننا إلى الأستانة ليعرونا من بقية أوراق القوة وأولها الحياء، أن يسقط الحياء من وجودنا؟ هذا مشهد خطير جدا جدا. نحن كما قلت، أنا فلان يملك أوراق قوة وفلان يملك أوراق قوة وفلان يملك أوراق. نحن أكثر وأكبر من يملك أوراق القوة. أوراق القوة الحقيقية التي نملكها هي في ضمير كل إنسان سوري، ولكن هذه الأوراق كمان يحتاج إلى من يخرجها من جيبه، إلى من يتعاطى معها، إلى من يستثمرها. مع الأسف الذي نشاهد أن ناس في حالة عطالة على المستوى السياسي، هناك عطالة رهيبة في التعامل مع المشهد، في التنبه للمخاطر، في التنبه إلى ما، في التحذير، في الإنذار، في الرفض، في القبول، في رفع الصوت. هذا حتى الناس عجزت عن أن ترفع صوتها بكلمة نعم أو لا. هذه الحالة العطالة، والثوار انتقلت هذه العطالة، اسمحي لي بقط 10 ثواني، انتقلت هذه العطالة إلى الثوار الذين الآن أصبحوا مع الأسف، مع حبنا لهم وأننا حدبنا عليهم، أنا ما أميز بين الفصائل إلا هذه الفصائل التي جاءتنا بمشاريع خارج عن الإطار السوري. أنا أقول إذا هم الآن يشعرون بأنهم قد تورطوا وأنهم يبحثون عن ورطة، وأن وليد المعلم بيقول لهم أنه قلب الوطن كبير والسيد الرئيس يمكن أن يعفو عنكم. يعني للأسف سيد زهير، هل ترى ربما أن الأمور بعكس التمنيات المطروحة الآن؟ المعارضة ستسعى للذهاب لأستانا وستسعى لأن تمثل، لأنها في المقابل تقول بأننا إذا لم نذهب سيعملون على إنتاج معارضة بديلة. أنا أعتقد أنه المشكلة ليست في الذهاب أو عدم الذهاب حقيقة، المشكلة في أن نذهب بقوة وأن نحضر بقوة، أو نذهب بضعف ونحضر بضعف. هل يملك وجود المعارضة البديلة لا يغير، ليس ورقة قوة بأيديهم كما يظن البعض. نحن إذا أمسكنا بأوراق قوتنا حقيقية على الأرض نستطيع إذا أردنا الذهاب أن نذهب بقوة، أن نملك مشروعنا. عندما نملك بدائلنا في الطرف الآخر ونكون قائمين على رؤوس الناس وننبه الناس إلى أن ما حصل لنا أمر
يعني ليس آخر التاريخ وليس آخر الزمان. المصيبة في حلب كبيرة، ما يحدث على أهلنا في وادي بردة كبير، لا نريد أن نهون منه، ولكن هذا لن يكسر ظهورنا، لن يجعلنا نستسلم. عندما تكون هناك معارضة، قيادات عملية حاضرة قوية بصوت عالي تعلن الموقف وتتخذ الأسباب سبب بعد سبب، عندئذ لن يضيرنا ما. أما عندما ترانا يعني والله أنا قلت إنه فلان بمسكني من رقبتي، طيب أدبك على الأرض يا سيدي. حتى الآن يلومون الذين يدبكوا على الأرض بخبطوا على الأرض إنه يا أخي أنت مسكني من رقبتي بدك تخنقني أو خنقتني. فبالتالي هذه الحالة التي آل إليه هذا هو الخطر. أنا لا أخاف من بوتين ولا أخاف من غير بوتين، ولا يجوز لنا أن نخاف، ويجب أن تستمر هذه الثورة. أنا أقول رغم كل المشهد الآن، مثلا وليد المعلم وبشار الأسد هم الذين يحاولون أن يلتقطوا الأوراق وأن يعملوا. الذهاب مثلا، الذهاب إلى طهران بالأمس ما جاء عبثا، ما جاء عبثا، وإنما جاء نتيجة يعني أمور كثيرة ممكن أن نتحدث عنها. نعم، أيضا الحديث سيد زهير عن بدء أو سيكون ربما، يعني لا أدري إن كان فعلا بدأت هذه التحركات على الأرض، الحديث عن وجود دوريات شرطة مشتركة ما بين الأتراك وما بين الروس في حلب، هل بهدف الموازنة مع الوجود الإيراني الموجود على الأرض والنظام؟ يعني هذا أول ما تم، أول ما تم السيطرة على حلب وإعادة احتلال حلب، ودخلتها عصابات الولي الفقيه، وبدأت فيها كذلك وما زالت مستمرة ما يسمونها عمليات التعفيش. وللسادة المشاهدين ولا سيما غير السوريين وغير اللبنانيين ما بيعرفوا ايش معناها، هلا عندنا التشبيح، صار عندنا التعفيش ايضا مصطلح جديد، كان عندنا التدعوش ايضا، الان هذا مصطلح ثالث. التعفيش هو بدأت عملية التعفيش، وأنا أتكلم بكل صراحة، في لبنان سنة 1975 عندما ذهب الجيش السوري إلى لبنان وكانت هناك حرب أهلية، كانوا يدخلون بيوت الأهالي واللبنانيين بيعرفوا، مع الأسف في 170 من القوى اللبنانية الآن تقف مع بيت الأسد، قتلوا منهم وفعلوا بهم وما، شيء غريب، شيء غريب، شيء مقزز، تفنن صار، شيء مقزز عند هذا الشعب العربي بشكل عام. اللبنانيين هؤلاء كلنا يعرف كانت الثلاجة في سوريا حلم في 75، ما أحد يمكن، وما في استيراد، وثلاجات المحلية غير كافية وغير وافية وغير متوفرة. فيذهبون إلى لبنان، بيدخلوا على البيت، بيجيبوا شاحنة كأنه نقل، كأنه إنسان عم ينقل بيته، يفرغون بيوت الوجهاء اللبنانيين، الأغنياء اللبنانيين، الميسورين اللبنانيين، الطبقة المتوسطة اللبنانية، ضباط 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 أسديين وجماعة رفعت أسد وغير رفعت أسد، هذا أمر معروف، يذهبون فيفرغون البيوت في الشاحنات ويحملونها عبر الحدود، حتى جمرك ما بيدفعوا عليها، بدخلوها إلى سوريا يأخذونها إلى بيوتهم. هذه كانت عملية تعفيش ومشهورة، عفشوا لبنان، عفشوا بيروت، عفشوا هي بيروت الشرقية بسموها، يعني أكثر، يعني حتى أكون صريح، أكثر التعفيش بقي على، وقع على بيوت المسيحيين الذين الآن يدافعون أكثر عن بشار الأسد. هذا ميشيل عون كله عفشوه، طلع على باريس، كيف طلع على باريس؟ خلسة، هرب من، هو كان قائد الجيش، هرب إلى السفارة الفرنسية ولجأ إليها، ثم شحنوه بصندوق بعثوه على بيروت. من فيها الآن التعفيش يجري في حلب، أنت سألتني سؤال أنا أحيانا بستطرد، فالتعفيش يجري في حلب، يجري في المناطق الأخرى، كل المناطق التي، فكأنه صار حديث مع الروس، ف نزلوا قالوا كتيبة من الشرطة العسكرية إلى حلب. الآن المعلومة الجديدة أنه هذه ده انضم إليها كذلك مجموعة من الأتراك. النكتة الآن التي شائعة أنه المواطن السوري في حلب الشرقية والغربية على السواء إذا اشتكى إلى الشرطة السورية، شرطة بشار الأسد، انه في فلان من الايراني او بقول له روح اشكي للشرطه الروسيه لانه هذا ما بيطلع بايده حتى يفت خبز مع اولئك. نعم، شكرا جزيلا لك سيد زهير السالم مدير مركز الشرق العربي على كل هذا الشرح وتفصيلات المشهد السوري. شكرا لك. بذلك ناتي الى نهايه هذه الحلقه من المشهد السوري في اسبوع، القاكم في حلقه جديده، الى اللقاء. الله يخليك.